المعرض المرة ديت او ان شاء الله بإذن الله طبعا هو هيكون معرض نائب، يعني مش هيكون فقط لمجرد العيد. طبعا احنا بنجهز لعيد الاضحى، ولكن طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، ان شاء الله بإذن الله ده هيكون معرض نائب. المعرض مختلف النهارده، منتجاته يمكن عن المعارض اللي اتعملت قبل كده، يعني بيشمل ايضا معرض الى جانب بعض السلع التموينية او جزء كبير من السلع التموينية، مواد الاستراتيجية الرئيسية اللي هي الزيت والسكر والرز، بيشمل أيضا أسواق للخضار. الحقيقة الأسعار اللي موجودة هنا طبقا للمرور بتاع المستمر على أسواق الخضار واضح أن هي فعلا الأسعار منافسة في كل السلع، سواء كانت سلع استراتيجية. برضو بيشمل المعرض يعني بعض الملابس الخاصة سواء بالسيدات أو بالأطفال أو بمناسبة العيد. أنا قلت لهم إذا كانوا هيحتاجوا خلال المرحلة اللي جاية، إحنا هنشوف النهاردة الافتتاح، لكن هنشوف إذا كانوا بيحتاجوا وبيتطلب الموضوع المرحلة اللي جاية إن إحنا نزود من المساحات للسلع التموينية، إن شاء الله بإذن الله هناخد قرار بكده، بس الأول إحنا بنستكشف الموضوع الأسبوع الأولاني، وبعد كده هراجع أنا مديرية التموين في هذا الموضوع إذا كانوا محتاجين للحوم مثلا أكتر أو للمواد التموينية أو للخضروات، هنتوسع أكتر في الموضوع ده. في ظل الظروف اللي تمر بها وارتفاع الأسعار، وتم الاتفاق على تخفيض نسبة 20% من جميع العارضين، وبالتعاون مع الغرفة التجارية وإشراف مديرية التموين البحر الأحمر. فعلا أسعار مخفضة وفي إقبال ورواج من ساعة افتتاح المعرض من المواطنين على السلع، وفي حالة رضا من المواطن للمعرض.